الناس اللي بتسأل تقريبا بند السيراميك هيكلفني كام؟ بالتجربة كده يا جماعة لقينا ان الشقة المئة متر او المسطح المئة متر بتاخد منا حوالي من 170 لمئة وثمانين متر مسطح سيراميك. باعتبار الارضيات هتاخد منا حوالي 95 متر مسطح بعد خصم الحوائط. الوزرة هتاخد 10% من المسطح، اذا هتاخد الوزرة 10 متر معانا كمان على 95 الارضيات، يبقى وصلنا لمئة وخمسة. خد كمان حوائط الحمامات والمطابخ حوالي 60 متر مسطح، اذا وصلت لحد 165 متر مسطح سيراميك. ضيف عليهم هالك يا جماعة 3%، يبقى أنا الشقة بتاعتي هتاخد حوالي 170 متر مسطح سيراميك. طيب تكلفة المتر مسطح سيراميك متكامل 200 جنيه. طب جت منين 200 جنيه دي يا جماعة؟ خد عندك يا سيدي، أنا عندك 100 جنيه سيراميك هنشتغل على نوع يعني إلى حد ما كويس، هنجيب متر سيراميك ب 100 جنيه. عندك كمان الأسمنت، شكارة الأسمنت بتفرد من 5 ل 6 متر مسطح سيراميك، هنشتغل على الحد الأدنى، هنشتغل يا جماعة على 5 متر. طب شكارة الأسمنت دي تمنها 100 جنيه، طيب 100 على 5 متر يبقى المتر فيه 20 جنيه اسمنت، يبقى عندنا 100 سيراميك زائد 20 جنيه اسمنت. طيب رملة يا جماعة، اعرف ان متر الرملة بيفرد لك 8 متر مسطح تحت السيراميك ردم وكمان مونة للسيراميك. اذا متر الرملة لو ب 100 جنيه على 8، اذا هناخد ب 12 جنيه رملة يا جماعة. عندك كمان مصنعيات من 30 جنيه ل 45 جنيه حسب المنطقة، خلينا نشتغل على 40 جنيه يا جماعة. عندك كمان تشوينات للمتر المسطح بمشتملاته من رمل واسمنت وسيراميك وردم تحت السيراميك من 20 ل 40 جنيه، لو هتشون بطريقة يدوية هتوصل ل 40 جنيه، بالونش ممكن 20 جنيه، هناخد متوسط 30 جنيه. طيب يا جماعة تعالوا نحسب كده بقى، 100 جنيه سيراميك، 20 جنيه اسمنت، 12 جنيه رمل، 40 جنيه مصنعيات، 30 جنيه تشوينات، ان حسبت الحسبة دي هتطلع معاك 202 جنيه. يعني حوالي 200 جنيه للمتر المسطح، انا قلنا الشقه هتاخد حوالي 170 متر يا جماعه، يبقى 170 في 200 جنيه بحوالي 34000 جنيه. اذا اجمالي الاسمنت يا جماعه، بما ان الشكاره بتفرد 5 متر يا جماعه وانا عندي 170 متر مسطح سيراميك، يبقى 170 على 5 بيساوي 34 شكاره اسمنت. اما اجمالي الرمل يا جماعه، عندي رمل المونه وده هنحسبه عن طريق الاسمنت يا جماعه، عندي 34 شكاره اسمنت. معروف ان متر الرمل بياخد 6 شكاير، يبقى 34 على 6 بيساوي تقريبا 6 متر رمل. كمان رمل الردم يا جماعة، أنا هردم تحت الميت متر مسطح سيراميك بسمك 7 سنتي وهناخد كمان نسبة هالك 10%، إذن كمية رمل الردم بيساوي الميت متر مسطح في 7 سنتي، يعني في 7 من 100 في 1.1 باعتبار نسبة الهالك 10% يا جماعة بيساوي 8 متر رمل. إذن إجمالي كمية الرمل 6 متر المونة زائد 8 متر ردم يساوي 14 متر رمل. طبعا يا جماعة ممكن التكلفة دي تقل أو تزيد حسب أسعار السيراميك اللي حضرتك هتشتريه، حسب أسعار الخامات، حسب سعر المصنعية في المنطقة اللي انت ساكن فيها، حسب مساحات الحمامات والمطابخ بتاع شقتك. إذا التكلفة دي قابلة للزيادة أو للنقصان طبقا لاختياراتك وطبقا للمنطقة اللي حضرتك ساكن فيها. في النهاية أتمنى كنا قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.